يعني اللي يتكلم واحدة من الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة، اللي يعرفون بانتفاضة ضد الاحتلال المغربي ومطالب بانسحاب من الصحراء الغربية. تم تدخل علينا بطريقة وحشية وهمجية، قاموا بإطلاق النار منفذ الحوش مما أدى الخسائر رعاها قدام عينيكم. تم بطيانة وخبطي بطريقة وحشية، خبط على العلم، خبط على الذكرى، عصابة تعذيب اللي تعرضنا لهم طرف وزارة الاحتلال. دخلوا علينا هون انت هي بطل تركه مع خالك شي مع عبدلون تركسي كاملة، هذا عديناه بحالة شينا المستشفى فاقد الوعي، وهذا كامل دماءنا فداء للوطن، وهذا ما يزيدنا إلا صمود وتحدي. وكل الوطن والشهادة.